كفانهم بينما هم في الكفن وإذا برسول الله يقلب شيئا في يده يقلب شيء. أقبل عليه علي وفاطمة وإذا به يبادرهم هذا حنوط جاء به جبرائيل هدية من الله إليه. هذا حنوط من الجنة اقسموه اقسموه بيني وبينكم. التفت علي للزهراء الزهراء تلتفت إلى علي. إذن من يخاطب رسول الله؟ من يريد منه أن يقسم هذا الحنوط وهذا الكافور الذي جاء من السماء جاء من الجنة؟ التفت إلى علي قال علي تقسمه الزهراء لأنها ولية الأمر هي الوارث لك يا رسول الله لم تترك سواها. بلى. فقامت الزهراء قالت نصف لك يا رسول الله والنصف الآخر. يقول علي قوله لأنه ولي. علي ولي أنا وليتك لأني الوارث وعلي أيضا ولي. فقال بني لا زلت فاهمة لا زلت رشيدة ضمها إلى صدره. علي قسم قال أيضا هذا النصف الأول إلها أيضا القسمة الثانية نصفه للزهراء والنصف الباقي أنت تقول فيه يا رسول الله ماذا تقول؟ قال بلى النصف لك يا زهراء والآخر بين علي والحسن. الزهراء تنظر الطالع مرة للحسن مرة للحسين مرة لرسول الله مرة لعلي يعني شلون يعني موجود آخر الحسين موجود يمناتي له ذكرى. الله أكبر. قالت أبا لعلنا أخطأنا القسمة نعيدها مرة أخرى لأن الحسين ليس له شيء. قال لا بني القسمة صحيحة ولدك الحسين لا يحتاج إلى حنوط لأنه يزبن بدمه وحنوطه من تراب كربلاء حيث يقتل من الخفاء. نادتها ولدا نادت وولداه وحسينا. بلى بينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب. قامت الزهراء قال رجل يسأل رسول الله عندي مسألة أتأذنوا للغرباء؟ قالت لا رسول الله مشغول عن لأنه في النزاع والنزاع يكره أن يحضر غير أهل بيت الميت لأنهم أولى بصاحبهم ما حد يكره في هالحالة فكيف تدخل عليه وهو الآن في حالة نزع رجع. بعد فترة قليلة وإذا بالطارق يطرق الباب مرة أخرى. قام علي نحو الباب يريد أن يصرفه أيضا وإذا برسول الله قد أفاق من غشوته. صاح يا علي إذن له. قالت له فاطمة أبا أيأذن للغريب إذا دخل غريب أنا كيف أجلس معكم؟ شلون أنا أصير وياك؟ شلون أنا أبقى معك يا رسول الله؟ قال بلى هذا الغريب يدخل وأنت أيضا تبقين مكانك. قالت من هذا يا رسول الله؟ قال بني هذا ملك الموت. ملك الموت؟ وماذا يريد ملك الموت؟ قال بني ألم تقرأي إنك ميت وإنهم ميتون؟ ألم تقرأي كل نفس ذائقة الموت؟ وويلاه ومصيبتاه أين المنادي ومحمدا؟ أين المنادي ومصيبتا؟ قال بلى بلى. فعند ذلك انحنت عليه وهي تنادي وأبيض يستسقى الغمام.
ثمال اليتامى أصبة للأرامل تطوف به الوفاد من كل جانب وهم عنده في حضوة وفواضل. قال بني لا تقولي هذا ولكن قولي هذا قول عمك أبي طالب ولكن قول الله أولى قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فعلمت على أن المني قد حضرت أبا نالت لحن يا بو شبليني بتروح عن شبليني بتروح عني للقبر يا ابوي بيت خلي خوفي انا من بعدك قوم الكفر يقولوني وان كان يا ابوي شايل اني بعد شيء ومصيبته ومحمدا أقبل الحسن والحسين انحنيا على جدهما وقعا على رسول الله أحدهما ابن 8 سنوات والآخر 7 سنوات ورسول الله في الناس وقد ضعف بدنه يقول علي خشيت أن يثقل عليه وقد رأيت ألوى ذراعه عليهما وضمهما إليه حركتهما لأرفعهما عنه وإذا هو يقول يا علي دعهما يتزودان مني وأتزود منهما ويودعاني وأودعهما أما أنهما سيظلمان من بعدي وإنهما ليرى زلزالا ونكالا فويل لمن ظلمهما وأذلهما وقتلهما أين المنادي ومحمد إقام خرج علي قال افتح للباب أذن لملك الموت دخل ملك الموت كالروح الهفافة يقول علي سلام وقوى مثل العبد الذليل وقال السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أبا القاسم ربك يقرئك السلام وقد أرسلني إليك قال أي ملك أنت قال أنا ملك الموت قال جئت مسلما أم قابضا قال جئت مخير عمرك الافتراضي انتهى يا رسول الله 63 سنة انتهى عمرك الافتراضي لكن الله له الأمر يتركك دهرا يبقيك دهرا اليوم أنا أخيرك ما خيرت أحدا أبدا فإن أرمرت أقبض روحك أقبض وإلا قال والله الأمر خطير انتظرني حتى يأتي أخي جبرائيل جبرائيل في السماء الرابعة نظر ملك الموت دخل على رسول الله أمر الجنان أن تفتح الحور العين أن تستعد الملائكة تتحيى ترى الآن خطر عظيم الآن حادث عظيم روح رسول الله ترقى إلى السماء شوية نزل جبرائيل ليتأكد نزل جبرائيل ملك الموت طالع صاعد جبرائيل نازل التقيا قال لي يا ملك الموت هل قبضت روح محمد قال لا استنظرني حتى يستشيرك في أمر عرضته عليه قال يا ملك الموت أما تنظر إلى السماء مفتحا وحور العين مستعدا والملائكة قد نزلت قال انزل معي يا ملك الموت ملك الموت صاعد وهو ينادي ومحمدا وأحمد وأبا القاسم وجبرائيل ينادي نازل وهو ينادي ومحمد
وأحمد ما أكرمه على الله. نزلوا يا دخل جبرائيل على رسول الله جلس عند سلم عليه قال ما فعل؟ قال هذا ملك الموت يخيرني وقد استمهلته حتى تأتي لأني أشوف أمر خطير. أم لم أبقى فيها إلا 23 سنة وهي لا تزال إلى الآن لا تفهمني لا تعرفني وأرى اللفتة مقبلة عليها فكيف شريعتي تبقى وأرى ما تحملته من الهم والغم والنكبات والعقبات وما أصابني. قال له جبرائيل يا رسول الله أما دينك فله رب وله قيوم علي بن أبي طالب وقد استشرتني والمستشار أمين يا رسول الله ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال إذن يا جبرائيل اجلس إلى جانبي. والتفت على علي وقال يا علي اجلس عند رأسي وضع رأسي في حجري وضع وجهك على وجهي. تدري ليش؟ لأن النظر إلى وجه علي عباده. أراد رسول الله أن يتوفى وهو ناظر إلى وجه علي وعلشان ما يلتفت إلا وحبيب في الأرض وحبيب في السماء. قال له وضع يدك تحت حنكها هل يسمونه شد اللحيين علشان يطبقون فم الميت. ما أراد رسول الله لكي لا تستوحش الزهراء. قال له لا ضع يدك تحت حنك ورأسي في حجرك ووجهك إلى وجهي وانظر إذا خرجت روحي فتلقاها وامسح بها على وجهك. جلس جبرائيل على يمينه ميكائيل على شماله وعلي عند رأسه واضعا رأس رسول الله في حجره. ليتك يا شيعي تشوف حيدر حلو الأطبع ليتك يا شيعي تشوف حيدر حلو الأطبع راس الرسول ملازم لو فاتح الباء. يا احباب يم المصطفى قربوا للودا لا تروح منا الروح غير مودعينه. في الارض ضجه وفي السماء صارت زلازل ذاك الملك صاعد وهذا الملك نازل. واما المصيبة عندي حلال المشاكل راس النبي لازمنا ويهمل دموعه. اين المنادي ومحمد اين المنادي وسيدا. وكلما ان الرسول ان نادى علي اه لك يا ابا القاسم ونادت الزهراء وضيعتها أين المنادي ومصيبته نادي راح الذي يا أولادي وسط الحجر رباكم صاح راح الذي يا أولادي وسط الحجر رباكم راح الذي يا أولادي وسط المهد ناغاكم وأنا بعد يتمني وانتو بعد خلا وأنا بنور عيوني عقبا بعد شيا فنادى الحسن وضيعته. عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء. لا زال جبرائيل لا زال ملك الموت قابضا لروح رسول الله
فقال له رسول الله: أهكذا تقبض الأرواح أم لا؟ قال: لا، ولكن أنا مخفف عليك يا رسول الله. أو ما تسمع جبرائيل يناديني يا ملك الموت: احفظ وصية ربه فيه، الله الله بروح محمد. قال: إذا كان هناك أثقال فشدد علي وخفف على أمتي. عظم الله لكم الأج. لا زال علي ينظر إلى رسول الله ودموعه جارية على وجه رسول الله. صار ضر جبرائيل كشف السيف، صاح النبي: أتخذلني عند الشدائد يا أخي جبرائيل؟ فلما تغير وجه رسول الله قال جبرائيل: يا ملك الموت امهلني حتى أصعد إلى السماء وأرجع. قال: يا أخي جبرائيل، لقد وصلت روح رسول الله إلى مكان لا أستطيع رده. عظم الله لكم الآن. وعلي منحنيا عليه وجهه إلى وجهه، وقيل فمه إلى فمه، وقد مد رجليه وأسبل يديه وعرق جبينه وفاضت نفسه الطاهرة. الله أكبر ومحمدا، الله أكبر ونبيا وأبا القاسم. فقال جبرائيل: هذا آخر هبوطي إلى الأرض. فانكبت عليه الزهراء وهي تنادي: وأبتا، أين المنادي ومحمدا؟ أنا مناد ونبيا. وأخذت تنادي وهي تنظر إليه: كل ما على الخدين هل المد معوسة، كل ما على الخدين هل المد معوسة، يغشى عليها وتنتحب وتطيح بالحق. أين المنادي ونبيه؟ كل ما على الخدين هل المد معوسة، يغشى عليها وتنتحب وتصيح بالحال. قالوا تسلي يا بتولع، قالت ابحى، ما ينقضي حزني على خير، ما ينقضي حزني على. وعدتني مطول من بعدك حياتي، يا ليت تحضرني بهالساعة وفاتي، ولا عيش بعدك من متعد نعاتي. دهري سطع علي وخلى القلب شطرين. ومحمدا ونبيا ومصيبته